السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات الترحم على رومات غوار. اليوم سنخصص هذه الحلقة للترحم على الحاج علي الفرياطي. هذا الشخص والصياد الذي غادرنا منذ الثمانينات، والذي هو من الصيادين الذين تعرفت عليهم في الستينات وأنا تلميذ أدرس في مدرسة الليمون، وكان صديقا لأخي الحاج محمد رحمة الله عليه، سواء من ناحية المعاملات أو من ناحية كذلك الولائم التي كانت تقام والتي كان يحضرها هو ومجموعة من الأصدقاء الصيادين. وكان يصطاد مع فريق الحاج علي قيوح، وكان في ذلك الوقت معهم في الفريق سعيد الهمزة، الحاج سعيد الهمزة أطال الله في عمره، ومعهم كذلك بونوار الحاج محمد والحاج إبراهيم قيوح وحفيد ومجموعة من الصيادين الذين سنأتي على ذكرهم جميعا إن لم نكن قد فعلنا قبل ذلك. ما زلت أتذكر واحد الحادثة وقعت لهم، فقد حادثة طريفة بسيطة جدا، وأنا ذهبوا للصيد، ولما جلسوا هم كانوا عندنا في المزرعة وذهبوا للصيد في المزرعة ديال الشباني، وذهبت أنا معهم صغير حيث كانت قريبة لنا ديك المزرعة، كانت خاوية ما فيها والو غير بيسريك اللي فيها وكاين فيها الحجل، فمشاو كيصيدوا وجلسوا تحت واحد الشجرة، والحاج علي ما خرج حتى شي قرطاسة وشد المكحلة ديالو. الحاج محمد بونوار كانت عنده واحد الزويجة جيكستابوزي، حلها وبدا كيشوف فيها، قال لي واش هاد المكحلة كتنقيها انت، هادي كتصيد بها، وزاد كيضحك هو يبدا يوريها ليهم، كيقول لهم شوفوا راه معشه فيها رتيله، فعلا كانت معشه فيها رتيله، بمعنى ان هذيك الوقت كانوا الناس ماشي الغرض ديالهم الصياده بقدر ما كان الغرض ديالهم هما الملمه. فالمرحوم الحاج علي الفرياطي هو من دوار ايت علي بن حسون، وهو ابن الحاج محمد الفرياطي الشيخ ديال القبيلة في الثلاثينات وفي الأربعينات، يعني في عهد الاستعمار، وهو شخص طيب جدا ضحوك. كان دائما كنت أتذكر أنه كان لديه واحد بيجو 304، وكان يأتي دائما من طريق ولاد سعيد، فإذا تلقى معايا دائما كيوقف بديك 304 كيوصلني 44 رحمة الله عليه. إذن فهو كان واحد شخص عظيم جدا ضحوك كما قلت لكم، صياد، وترك أثرا من ورائه. الناس اللي عرفوه كيذكروه بخير، وكيذكروه بأنه إنسان كان محبا لمحيطه ولأهله، بدليل أنه أنشأ حتى علاقات مع المحيط البعيد ديالو، محيط مثلا كان صديقا لمجموعة ديال الناس منهم الحاج محمد الربعة اللي كان كذلك صديق الهوارة بأكملها، فرحمة الله عليهم جميعا. ولا ننسى أنني في إطار هذا العمل فأنا ساع إلى بناء ذلك التاريخ
وتلك الذاكرة التي ناسيها الكثير من الناس، وهذا البناء يكون فقط لكي نسجل أكبر عدد وأكبر كمية من المعلومات عن أعيان المنطقة وعن الناس الهواريين الذين كان لهم أثر، سواء في الميدان الفلاحي، سواء في الميدان العلمي، سواء في ميدان الفن أو كل الميادين، لكي نعيد إلى هوارة هذه القبيرة العظيمة الكبيرة جدا، ذات الثقل الاقتصادي والتاريخي على الصعيد الوطني، وهي اليوم تضاعفت قوتها، وبالتالي فعلى أبنائها أن يكونوا فخورين بها، وأبناؤها هم المغاربة ككل. لماذا؟ لأننا والحمد لله في بلدنا أصبحنا بلدا واحدا، فالهواريون اختلطوا مع كل القبائل، والهواريون انتشروا في العالم بأسره وليس في بلدنا، وهذا هو سر قوة بلادنا، هو هذا التمازج بين القبائل، وهذا التعايش بين مكونات كل مجتمع المغربي. فالحاج علي الفرياطي، كانت هذه الحلقة هي حلقة الترحم عليه، فأتمنى من الله تعالى أن تصل هذه الحلقة إلى أكبر عدد من الناس، ونحن على المسيرة مستمرون، وهنالك مفاجآت كبرى، وسننتقل إلى أعمال أخرى هي بالنسبة للقناة نقوم بها لأول مرة إن شاء الله. وأترك لكم وأقول لكم أن هنالك مفاجآت في انتظاركم. رحم الله الحاج علي الفرياطي وأسكنه فسيح جنانه، وجعل قبره روضة من رياض الجنة، اللهم مد له في قبره قدر بصره، وإلى الملتقى في حلقة قادمة إن شاء الله.